النهائي يا جماعه، ايه رايكم فيها؟ بصوا تحفه. وقبل كل حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل لكم طريقه عمل البانكيك. يلا بينا نشوف الطريقه. قررنا نفاجئ ماما عشان عيد ميلادها كان امبارح، فهنعمل لها حاجه بسيطه. ملح. ودلوقتي هنفقش البيض. البيضة التانية دلوقتي هنبقى نحط معلقتين سكر كبار. دلوقتي هنحط كيسين فانيليا. حطيناه من كل كيس جرام بمضرب اليد، وهنقوم نخفق بالطريقة دي. كده بقى خلصنا خفق، وهنحط ذرة الملح اللي هي السمنة. بس معانا كوباية دقيق، وادي الكوباية التانية، والبيكنج باودر اهو هنحطه. حطينا كيس البيكنج باودر كله بقى، وهنخفق كده. هنحط بقى شوية من المية لحد ما نحتاج. هنشوف لو عايز شوية كده. حطينا كوباية ونص مية، واحنا عايزين كده السمك بتاع او التقل بتاعه كده يكون نفس التقل ده زي الكيك كده. بصوا احنا خففناه بشوية مية بقى تحفة. دلوقتي لما حطيناه على النار نفش خالص ومش طلع بانكيك اصلا. خففناه بقى بانكيك وتحفه. هوريها لكم دلوقتي. بصوا اهي يا جماعه، بصوا كرامها. اقطع لكم حته دلوقتي. بصوا طريه خالص يعني. بصوا بصوا تحفه. هنوريكم هنعمل الباقي بقى. طعمها يا جماعه تحفه. بصوا دي تاني واحده بنعملها. هتشوفوا الميه بتعمل فقاقيع. بصوا لازم تعمل بالونات صغننة خالص دي. بصوا هي بدأت تعمل بالونات صغيرة كده، تعرف اللي هي نجحت اهي. دلوقتي هنقلبها قدامكم عشان قلبناها طلع باللون الجميل دوًا. وكده خلصنا البانكيك بتاعنا. تحفة جدا يا جماعة. بصوا جميل. احنا بقى هنزينه وهنجيلكم. الناس كتير بتكتب لنا في الكومنتات ازاي بتزينوه يا جماعة. احنا بنزينه حسب الرغبة، يعني حسب رغبتكم. تحفة جدا يعني. بصوا انا مش قادرة، ريحته بصوا خيالية. هنزينه ونوريه لكم. ما يلا بنبين زينه. النهائي يا جماعة، ايه رأيكم فيها؟ بصوا تحفة. وقبل كل حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. من جوه عامل ازاي؟ تحفة. صح يا جماعة، خلصناه وسلام. اشوفكم على خير. تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. وسلام.